طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا، هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ فأجابني بنص الكلمة: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. طبعا هذا أنا سمعته منه مباشرة. فإذا مبنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام.